تحيه لطاقم هبه بريس اللي نزل للشارع باش يسمع الهموم ديال التجار والهموم ديال ابناء الشعب، باعتبار الاعلام هو صوت الشعب. اليوم هبه بريس كطرح لنا مجموعه الاسئله، من بينها هل يعني يوجد تمور، اش كاين اثمنه اللي هي مناسبه؟ فعلا هنالك اثمنه مناسبه جدا في هذا الموسم هذا مقارنه مع الاعوام اللي فاتت، لكن ما يثير الانتباه هنا هو انه كيف كنقولوا السوق ميت، يعني الشاري هذا العام قليل صراحه، يعني مقارنه مع الاعوام الماضيه هذا الوقت هذا كيكون ازدحام وكيكون كذا وكذا، ولكن هذا العام نظرا لوجود هذا الوباء هذا اللي مجموعه من الشركات ومجموعه من التجار اللي تضرروا ايضا، يعني راه حتى هذا الضوء حتى هذا الضومين هذا ولا هذا الضومين كما قلنا حتى هو راه غادي يعيش واحد النوع من الركود، وها هو كيتضح لينا في السوق، راه كنشوفوا بلي السوق مازال خاوي تقريبا هاد 10 ايام الاخر ولا 15 يوم، راه هي اللي كتنعش التجار، ولكن هذا العام هذا صراحه يعني الاثمنه جد مناسبه، التمور موجوده، ولكن صراحه يعني السوق مازال صراحه يعني يعيش ركودا الى حد. باعتبار درب ميلا هي السوق الكبير ديال التمر واللي كيوزع على مجموعه من الاسواق، هنالك ايضا مجموعه من انواع ديال التمور، التمور اللي هي خارجيه، وكاينه الدقله ديال الجزائر، كاينه الدقله ديال تونس، وكاين السكري، يعني كاين تمور اخرى، والاقبال كيكون في هذه الاعوام هذه على السكري وكذلك على الجزائري، هذو هما اللي كيكون عليهم الاقبال في التمور الخارجيه. اما التمور المحليه فكاينه الجهل، كاين بوسحمي، كاين بوسكري، كاين الفقوس، وكاين المجهول اللي حتى هو كما قلنا هذا العام حتى هو الثمن فيه يعني جد مناسب مقارنه مع الاعوام الاخرى، ولكن الحمد لله. السلام عليكم، مرحبا بكم في سوق التمور بدرب ميلا. سوق التمور بدرب ميلا كيتعد اكبر سوق على المستوى الوطني لبيع التمور، وبالخصوص بيع التمور بالجمله، جميع التمور ديال الدول العربيه كامله ولات تدخل الحمد لله لبلدنا المغرب، لا بالنسبه للتمور الاماراتيه والتمور السعوديه، التمور السعوديه، التمور الجزائريه، التونسيه، التمور الليبيه، كذلك جميع الدول المنتجه الحمد لله ديال التمور ولات كتدخل المغرب. زائد على هذا الشيء كاين التمور ديال التمور المحليه معروفه بالمجهول اللي راه الحمد لله بدون تعريف هو راه معروف على العموم، معروف عالميا. وكاين التمور كاين الجهل، كاين بوفقوس، كاين النجده، والحمد لله هذا العام هذا مع الاقتراب ديال شهر رمضان كاين التوافد، كيكثر التوافد، والتمور ولات كتعد الحمد لله من المواد الاساسيه اللي كتاكل كل نهار، ماشي ولات كتعتمد ان ضروري بنادم غادي يجي ياخذ التمر غير باش يفطر رمضان ولا حيت يكون صايم مثلا، ولا التمر ولات الحمد لله واحد الماده اساسيه في المائده، ولات كتكل على طول على طول على طول السنه، ما بقيناش كنبيعها في واحد المده ديال رمضان وشعبان عاد كتكل، وتتكل على 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 العام كامل. والحمد لله هذا العام هذا راه كاين ثمن مزيان زعما، وحتى التمر الحمد لله جا في واحد الجوده ممتازه، وما كاينش التاثير ديال كورونا هذا العام الحمد لله كاين قليل، والحمد لله هذا الشيء اللي كاين. وواحد المساله اخرى بغيت نشير ليها بالنسبه من هذا المنبر هذا، مع الاقتراب ديال هذا شهر رمضان كاين القطاع كيعرف واحد القطاع ديال التمور بعد بالمنطقه لهنايا في المدينه ولا في المدن ديالو ديال المنتجه ديالو الرشيديه وارفود الريصاني، ولينا كنشهدوا واحد الظاهره اللي كنقدروا نقولوا كتضيع المنتوج الوطني، كتهرسو بزاف كاع. ولينا دابا كنعرفوا ان انواع كثيره ديال الغش، اللي منها انواع ديال الغش، اللي منها الخداع، ومنها كتكون تمور مثلا مصريه وكتعبأ في علب اللي كتحمل اسم واحات مغربيه وكتسوق على انها تمور مغربيه. الناس اللي ما عندهمش ضمير كيبيعوها بانها صنف مغربي ولا صنف بوفقوس، وهي راه تمر مصري. وكاينين شي ناس الله يهديهم كيملؤوها التمر بالكرتونه، كيملؤوها بتمور جيده في الواجهه وممتازه في الواجهه، كتبان لك كتقول راه التمر تبارك الله مزيان، كيزيدوها السلوفان وكتزاد، ولكن الداخل ديالها يضعونها كيوضعوا زعما تمر اللي ما يصلحش وماشي استهلاك، وهذا كيضرب المنتوج المحلي من غير هادشي باش ما مزيانش هادشي. لا الحمد لله هذا العام تبارك الله كاين الاقبال على التمر بزاف، كاينه الجزائريه، كاينه التونسيه، كاين التمر ديال البلاد، الحمد لله التمر زوين هذا العام والثمن جد مناسب بزاف على الاعوام اللي فاتت، الحمد لله هذا العام مزيان. انا جمال، انا كنبيع نشري كنعاود فيه البيع، لا
ابتداء ديال البلاد، ديال البلاد زوين، كنا جزيرية فهمتي، كنا تونسية، كنا كنا إماراتية، وكنا مصرية، لا الحمد لله العام هذا موجود الخير، زعما التمر بصفة عامة موجود، أثمنة جيد مناسبة صراحة، مناسبة بزاف على الأعوام اللي فاتت. المهم السلع موجودة، طلع الخير، أنواع التمر موجودة لا ديال الداخل ولا الخارج. وقت مزورة وغادي مصورين شوية، الله يجعل البركة، وشوية بركة ما يخص خير. رمضان كريم ديما، كل عام الحمد لله برزقه وبخيره، والناس راه غاديه بركه، كل واحد كيتقدى القياس ديالو، ويزات وريقيعات، شويه الجنان شويه العطريه، والناس راه غاديه مسلكه وصف الحمد لله بخير وعلى خير، ونطلبوا الله الله يرفعنا هذا الوضع. سوق درب ميلا معروف، ولا معروف اكثر من القياس، بالعطريه بالجمله بالجوده باللي بغيتي الحمد لله. إيه بركة، شوية البركة ديال الله، بركة ديال الله. الناس كيجوزوا وأنا كيجوا يتقداو وشوية، أي ما خص خير الحمد لله، شوية البركة ديال الله. والأثمنة ثمن مناسب، وكاين كاين الجودة، هذا العام كاين الجودة. الجو شوية السوق طالع شوية سيدي، كاين الثمن، بنا 7 درهم ونص، تفاح 11 درهم، الليمون 110. شوية الوقت، شوية الوقت، بقى شوية عيانة في هذا الحالة، الحالة شوية السوق بقى غالي شوية. الناس بغاو التمر، بغاو مقادير ديال السيد ولا رمضان، وان شاء الله يكون خير، فاصل رمضان يكون الهزان شوية ان شاء الله. ومن هذا المنبر هذا كنوجه رسالة للمكتب الوطني للمنتجات الغذائية والسلامة الصحية، انه يقوم بحملات تحسيسية بالنسبة لهذا الموضوع اللي تطرقت ليه ديال الغش في هذا القطاع ديال التمور، اسم تمور واحات مغربية أنه كيوضعوا تمور مصرية. كنشد زعما المكتب الوطني للسلامة الصحية أو المعروف بأنصة أنه يقوم بحملات تحسيسية باش يحاولوا يتجنبوا بحال هاد التلاعبات وبحال هاد الخداع في البيع والشراء، والسلطات المختصة حتى هي تقوم بالمراقبة ديال المنتوجات هادي، وحتى المستهلك المغربي بغينا يكون على بال، باش ما يقولش أنا غادي للمنطقة الصحراء وغادي نجيب معايا التمر رخيص ولا لا، راه خصك تعرف أنا شنو كتشري، حيت كاينين شي وحدين ما عندهم لا ضمير لا حس لا والو، كيبيعوا منتوجات ديال بثمن رخيص، وكيبيعها لك بمنتوج مغربي الجوده ديالو عاليه، وانت راك شاري سلعه اللي ناقصه. وشكرا ومرحبا بك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.